الآن استطاع أن يفرض مكانته في الخريطة الفنية الوطنية والعربية أيضا، كما يغني الخزانة الفنية الوطنية. أنا جد مسرور باش نكون في هاد الدورة 13، لأن هذا المهرجان أعطى الفنان ديال الدراما وأعطى الممثلين شي حاجة كثيرة، وشكرا للقائمين على هذا المهرجان، شكرا لمدينة مكناس، شكرا للسلطات ديال مكناس اللي ديما كتفكر في الفن والفنانين. تحياتي وتقديري. مكناس المدينة الإسماعيلية، المدينة الغزالة، مدينة الفنة بناسها إن شاء الله. شكرا لجمعية خويا محمود، كنقول لك شكرا بزاف على هذا العرس الجميل اللي دائما كنكونوا كنتسناوه. كنقول سعاد خويا بطول العمر ان شاء الله، بالصحه والسلامه والرزق يا ربي، والله يجعلنا نتلاقاو في عمل اخر، لان اخر عمل كان معها هو وليس بالاخير، باقي الخير القدام فهو اشهاده. تحياتي الاستاذ الناجي، كنقول له الله يكمل عليك بالخير. ماشي بزاف شويه، ولكن كنتمنى له طول العمر ان شاء الله. انا زكيه طاهري، مخرجه، وجيت لهذا المهرجان حيت كنبغي مكناس، وكنبغي هذا المهرجان حيت من الاول كنتبعو، ومن الاول خديت شي 3 ولا 4 بخي هنايا وفرحت بزاف. ودابا انا غادي مع سعيد ايت باجا وسعيد نافع غادي نكون نحكم عليهم، ولكن في الحقيقه ما كنحكموش على الناس، كنعطيو الفرصه الناس اللي يخدموا بزاف، وكنفرحوا بهم، وكنتمنى ندوزوا سيمانه بعضياتنا نفرحوا حتى حنايا بالخدمه ديال صحابنا والناس اللي كانوا يخدموا معنا. ما هي توجور بوكو دو كونكورونس سي نورمال، مي دو بلوس ان بلوس جو تروف كو نيفو كيطلع. يمكن ما عرفتش واش الشعب كيحس به ولا لا، ولكن جو بونس فريمون qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétition, parce que le niveau monte de plus en plus et qu'il y a beaucoup d'efforts à tous les niveaux, avec les comédiens, avec les moumtilines, avec les moukhrijines. Vraiment, c'est ce qui est en train de se faire. Et oui, vous savez, il y a des larmes, parce que nous savons que nous sommes petits, et c'est ce qui est en train de se faire. يعيش معنا شي 20 مهرجان ان شاء الله معنا، وهذيك السيده تبارك الله عليها كتجيب لنا لا لوميير، كتجيب لنا فريمون الضوء في التلفازه ديالنا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.